قطاع غزة، ذلك الشريط الضيق على الساحل الفلسطيني الجنوبي. قطاع غزة، المدينة، والمخيمات الثمانية لأبناء شعبنا الذين شردوا منذ عام 48. قطاع غزة، صداع إسرائيل الدائم، البؤرة الأكثر مقاومة وثورية للاحتلال على الخريطة الثورية الفلسطينية. يقول أحد ضباط العدو: إنني أفضل الاشتراك في 5 حروب على أن أشترك مرة واحدة في مواجهة المخربين في غزة. تقول أرليت تسيير التي أوفدتها مجلة شؤون فلسطينية إلى الوطن المحتل: خلال إقامتي في غزة مدة 3 أيام فقط، كانت حصيلة النشاط الفدائي كالآتي: قتل 18 رجلا في هجوم بالقنابل في شارع عمر المختار في المدينة، وعثر على جثتي شابين عربيين ممزقين بالرصاص في مخيم جباليا، ودمر خط السكة قرب رفح، ودمر 35 أنبوب ري في كيبوتس قرب القطاع، وأطلقت دورية الرصاص على صبي في مخيم سيرات وأصابته بجراح، وألقيت قنبلة على دورية من الجيش في معسكر البريج، وحصل هجوم آخر بالقنابل على محطة بنزين في رفح. ومع هذا اعتبرت السلطات هذه الأيام الثلاثة فترة هدوء. وتقول أيضا: إن تدابير إسرائيل الانتقامية كانت قاسية منذ بدء الاحتلال، إلا أنها بلغت أقصاها في مطلع العام 71، مستغلة مقتل طفلين وأمها في هجوم فدائي بالقنابل اليدوية. فقد أرسلت إلى القطاع إثر الحادث إمدادات من بوليس الحدود، وأعلن منع شامل للتجول في مخيم الشاطئ، وعزل المخيم ونواح من المدينة بأسلاك شائكة. قطاع غزة الذي تمرس على مقاومة الاحتلال المرة الأولى خلال العدوان الثلاثي عام 56، حيث أسقط مؤامرة تدويل القطاع، وهذه المرة التي بدأت مع الهزيمة العربية الرسمية عام 67. قطاع غزة الذي يرفع راية المقاومة والثورة منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يزال يرفعها بصلابة ورجولة مرتفعا فوق جراحه النبيلة. ويكمن وراء النوافذ المغلقة، وربما في الممرات الضيقة وعلى جوانب الأزقة، رجال وشبان وأولاد يتربصون لهدف إسرائيلي ما، ويكون الشارع هادئا، وفجأة ينطلق صوت انفجار، ثم رصاص، ثم صفير الإنذار، ثم ضجيج السيارات المدرعة المحملة بالجنود، وتسد الطرق ويمنع التجول. بلغ عدد المواطنين الذين اوقفوا او اعتقلوا او وضعوا تحت الاقامة الجبرية في القطاع اكثر من 10,000 مواطن خلال 4 سنوات الاولى من الاحتلال. حكمت محكمة اللد العسكرية الاسرائيلية في عام 68
على المناضل كمال النمري بالسجن لمدة 154 سنة، وحكمت بتاريخ 11/6/72 على المناضل محمد سليمان شموط بالسجن لمدة 300 سنة، اكرر 300 سنة. يونس 22/8/72 كمين أسلحة خفيفة. قنابل يدوية ورشاشات بين حلحول والخليل. 94 وكل شبل من أرضنا يا أرضنا دحفين دحفين دحفين. تسعة وعشرين تسعة 72 تفجير عبوات ناسفة في سوبر ماركت القدس. 24/9/72 عبوات ناسفة في سكة الحديد في خان يونس. هجوم بأسلحة رشاشة على دورية في 29/9/72 بازاريا طول كرم. 26/9/72 كمين قنابل ورشاشات لدورية في البريج. 30/10/72 كمين بأسلحة رشاشة في بيت لحم. 12/72 إلقاء قنبلة يدوية على سيارة عسكرية في غزة. وفي 31/10/72 تفجير عبوات ناسفة على طريق نابلس طول كرم. 15/72 في غزة إلقاء عبوة ناسفة على سيارة عسكرية. من المشاهد اليومية في القطاع نسف بيوت السكان وإزالة حارات بأكملها بالجرافات، وقد بلغ عدد البيوت المنسوفة حتى الآن حوالي 2500 بيت، كما شقت شوارع بعرض لا يقل عن 80 مترا لتفتيت تماسكها المكاني وتسهيل دخول هذه المخيمات بالدبابات والمجنزرات لدى حدوث أدنى مقاومة. قادر وعمل ساكن عند الناس عواله، هدموا البيت بتاعي وهدموه علي، وانا عيلت ثمن تلفار مش قادر اكل خبز. انا ايش بقول؟ هذا مش كويس ولا هو مليح. هذا اللي جنز علينا واخذنا
رفعنا المحارب هيك لين وسلمنا، ما صمت حد منه. هذا اجل مصر، اجل تركيا، اجل كل الدنيا، من زي الجيش هذا، مش حكومة هاد. احنا ما بدناش عملية توسيع الطرق، لان هذه العملية مش على توسيع الطرق، انما على ترحيل اللاجئين من معسكراتهم ونقلهم الى سيناء والضفة الغربية، ونحن لا نريد ان ننتقل الى سيناء والضفة الغربية، انما سنظل هنا. كتبت الصحف العالمية تصف دخول الجيش الاسرائيلي الى غزة، فقالت ان الجيش لم يتمكن من الاستيلاء على المدينة الا بعد 3 ايام من القتال العنيف. وجاء في وصف المعركة التي دارت امام مخيم لبريدج بانها معركة عنيفة جدا، قلما سجل التاريخ مثيلا لها من قبل، وشاهدت غزة مئات من الرجال والنساء يلقون بانفسهم في عمليات انتحارية في محاولة لحرق دبابة للعدو او قتل اكبر عدد ممكن من الجنود. وانت تعرف عجينة، العجينة مزيان، حتى العجينة.